يقول سماحة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك فيكم، صدر قرار عسكري في بلدي يلزم كافة المتمسكين باللحية أن يخففوا من لحاهم، وقد أصبح أكثر الشباب في حيرة من أمرهم، مع العلم بأن بعضهم قد جدد عقده العسكري، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ هذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، فلا تطيعوهم في هذا، لا تطيعوهم في معصية الله، وإذا أصروا اطلبوا العمل عند غيرهم، الأرزاق كثيرة لله الحمد، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما هو بالرزق محصور في هذه الجهة فقط.